شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يا فلان ابن فلان يا سلمان بكر يا سلمان بكر يا سلمان ابن بكر اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا الى دار الاخرة وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان الجنة حق وان النار حق وان الموت حق وان القبر حق وان المنكر والنكير حق وان السؤال حق وان الجواب حق وان الحساب حق وان الميزان حق وان البعث حق وان الحوض حق وان القصاص حق وان الشفاعة حق وان الصراط حق وان الحشر حق وان رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وانك رضيت بالله ربا واحدا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا هذا اول منزل من منازل الاخرة واخر منزل من منازل الدنيا الفانية كما قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الآن يأتيك الملكان الكريمان المؤكلان المحاسبان فلا يخدعك ولا يرهبك ولا رعاك ولا هولك فإنهما خلق من خلق الله تعالى فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما إمامك وما دينك وما قبلتك وما إخوانك فقل الله ربي ومحمد نبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والإسلام ديني والمؤمنون والمسلمون.